اليوم ان شاء الله غنشوفو واحد الريزيمي شامل ديال الترموديناميك. دونك شفنا كيفاش كنحسبوا لي فاريابل ديتا في اخر حصة. دونك نحاولوا نديروا ان شاء الله اليوم ملخص ديال الدرس يجمع جميع الاسئله اللي ممكن يتحطوا لنا في الترموديناميك. الوغ حنا شنو تنديرو؟ تندرسو واحد لا ترانسفورماسيون تيرموديناميك، اتفقنا؟ دونك كيكون عندي ديجا واحد لو غاز اللي كيتعتبر غاز بافي، كنكونو حابسين واحد السيلندر، اتفقنا؟ وهاد السيلندر كيكون فيه واحد البيستون موبيل بحال الشكل ديال البرا، اتفقنا؟ هذا كيتسمى بيستون. وهنا كيكون عندي واحد لو غاز اللي كيتعتبر غاز بارفي، اللي غيكون عنده في ليطا انيسيال كيكون عنده واحد البريسيون انيسيال، واحد لو فوليوم انيسيال، واحد التمبيراتير انيسيال، هذه كتسمى ليطا انيسيال. دونك حنا شنو تنديرو؟ هاد الغاز نورمالمون تنسخنو بواحد لا كونتيتي كنعطي واحد كمية حرارة، كنجيبو مثلا شي بوطة ولا شي حاجة وتنبداو نسخنو فيه، كنعطي واحد كمية حرارة اللي هي كي واللي غتعتبر بوزيتيف. علاش؟ لأن الغاز هو اللي استفد منها، هو اللي خداها، كتسمى لا كونتيتي شالور غوسي باغ لو غاز، كتكون بوزيتيف. ألوغ أش غيوقع؟ هاد الغاز غيبدا تيضغط على هاد الباغوا، هاد غيبدا يضغط على هاد البيستون، غيبدا كيطلع. دونك ملي تيطلع نورمالمون كيدوز ليطا فينال، لان ما غيبقاش في نفس ليطا، اوتوماتيكمون ملي تنضغطو عليه بحال شي مقراج مثلا نسيتو هذا، تلاحظوا انه تيبقى جو كيكون نيجاتيف، لان كيتسمى لو طرافاي فورني. دونك هذا داز ليطا فينال، ليطا فينال عند بي اف في اف تي اف، قلنا بحال مثلا هذاك البيستون اللي كيكون في الكاميو، يعني لو خديتو الكاميو كيكون هاز واحد الحمولة ثقيلة، كنت شرحتها لكم ديجا. ما هو تيكون في واحد لو بيستون، ياك هاد لو بيستون هو اللي تيطلع ليا نورمالمون هاد باش نقدروا نخويو هاد لاشارج. دونك تقدر يكون حجار ولا رملة ولا شي حاجة، خصك شي حاجة تطلعها. دونك هذاك البيستون، هذاك البيستون ملي تيتمدد، دونك ملي تيطلع داك البيستون الفوق راه تيطلع ليا هاد اللعيبة اللي هازة ليا الحمولة وتيخويها. دونك راه تيعطيني واحد الشغل، واحد لو ترافاي. ولو ترافاي علاش قلنا نيجاتيف؟ دونك كان عندنا واحد القاعدة كتقولنا أنه هذا السيستم ثيرموديناميك، السيستم اللي كندرسو حنا هو البيستون مع الغاز اللي فيه، الا دخل لا استفد هو من واحد لو طرافاي كيتسمى، يعني حنا عطيناه كونتي شالور، ستادير هذيك لا كونتي شالور غتكون بوزيتيف، وكتسمى لا كونتي شالور غوسي باغ لو سيستيم، وهو خرج لينا الشغل. دونك داك الشغل كيتعتبر نيجاتيف، كيتسمى لو طرافاي فورني باغ لو سيستيم. دونك كلمة فورني تعني انه نيجاتيف، وكلمة غوسوا ولا غوسي تعني انه بوزيتيف. دونك اهم حاجة ممكن نفهموها هنا انا توجور كيكون عندنا ترانسفورماسيون ثيرموديناميك، نفهموا شنو معنى كلمه ترانسفورماسيون. ملي كنقول لك ترانسفورماسيون يعني لو سيستيم ما كيبقاش في ليطا انيسيال، يعني كيدوز من واحد ليطا انيسيال اللي عندها بي انيسيال في انيسيال تي انيسيال فيغ واحد لوتر ايطا اللي سميتها ايطا فينال، اللي عندها بي فينال في فينال تي فينال. ولي ترانسفورماسيون، لي ترانسفورماسيون كاينين ربعه، هاد لابارتي نورمالمون تتحط في ليكزام فينال، عليها كاين اللي كيحط عليها حتى 15 بوان حتى 15 نقطة. دونك لي ترانسفورماسيون كينقسمو، كاين عندي
ترانسفورماسيون الاول اللي غنهضروا ليه اللي غندرسوه اللي كيتسمى ترانسفورماسيون ايزوكور. ملي كتسمع كلمة ايزوكور يعني كيكون لو فوليوم كونستونت، يعني غنمشيو من ليطا انيسيال فيغ واحد ليطا انوتخ ايطا اللي كتسمى ايطا فينال، يعني غيتغير كلشي ما عدا لو فوليوم غيبقى كونستونت. معنى لو فوليوم كونستونت سيتادير ان في ما غيتبدلش، يعني غيبقى هو نفسه لو فوليوم انيسيال هو نفسه لو فوليوم فينال. دونك فين ما تسمع كلمة ترانسفورماسيون ايزوكور معناه ان لو فوليوم ما غيتبدلش. دونك شوفوا لي الصورة واش واضحة، واش الصورة بصح الصورة واضحة ولا لا؟ دونك لاحظوا معايا، قلنا ان ترانسفورماسيون ايزوكور لو سيستيم باس دو ليتا انيسيال فيغ ان اوتر ايتا فينال، مي كيبقى لو فوليم ريست كونستونت. معنى لو فوليم كونستونت يعني نفس الفوليم ديال ليتا انيسيال هو نفسه ديال ليتا فينال. لا دوزيام ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ترانسفورماسيون ايزو، كاين ترانسفورماسيون ايزوكور وكذلك ترانسفورماسيون، غنهضروا على ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك شنو هو ترانسفورماسيون ايزوبار؟ ترانسفورماسيون ايزوبار يعني لو سيستيم غيدوز من ليطا انيسيال، غيدوز لو سيستيم من ليطا انيسيال فيغ واحد لوطخ ايطا فينال، مي كيبقى لو بريسيون غيبقى ريست كونستونت. سيتادير ان البريسيون معناه كونستونت يعني بي ما غيتبدلش، غيبقى نفسو بي انيسيال نفسو بي فينال. هذا هو المعنى ديال ترانسفورماسيون ايزوكور. وكاين كذلك ترانسفورماسيون الرابع اللي غنشوفو اللي كيتسمى ترانسفورماسيون ايزو بار، هذا كاين ترانسفورماسيون ايزو تيرم. دونك ملي كنسمع كلمة ترانسفورماسيون ايزو تيرم دونك التمبيراتير كتبقى كونستونت، سيتادير ان التمبيراتير ما تبدلش، يعني غتبقى نفسها هي التمبيراتير انيسيال نفسها كتساوي التمبيراتير فينال. دونك كاين كذلك ترانسفورماسيون اخر كيتسمى ترانسفورماسيون ادياباتيك، كلشي كيتبدل. دونك كيتبدل لو فوليوم، غيتبدل لا تمبيراتير، غتبدل البريسيون، لي فاريابل ديتا كاملين غيتبدلو، ولكن كيبقى فوالا كتكون لا كونتيتي شالور اللي هي هادي كي من انيسيال الفينال كتكون كتساوي زيرو. هذا هو لا ديفينيسيون ديال ترانسفورماسيون ايزو بار. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ واش واضح ولا ما واضحش؟ دونك هنا غناخذ واحد الخلاصه ولا واحد الملخص ديال هاد لي ترانسفورماسيون كاملين اللي غندرسو. دونك هنا عندنا نورمالمون غنشوفو لو كا، قلنا حنا خدامين في الحاله ديال اش ديال غاز بارفي، وهاد غاز بارفي كيدير لي واحد لونسومبل دو ترانسفورماسيون اللي هما ايزوكور ايزوبار ايزوتيرم ادياباتيك. ياك ناخذ ملخص شامل كيجمع جميع الاسئله اللي ممكن تحط لنا في الثيرموديناميك، وغنبدا بروميير ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك ملي كنسمع كلمه ايزوكور دونك كملوا نتوما هنا ديروا ترانسفورماسيون. دونك ملي كنسمع كلمه ايزوكور يعني غيبقى لو فوليوم كونستانت، حنا هادشي اتفقنا عليه. دونك كاين ايزوكور، كاين ايزوبار، كاين ايزوتيرم، وكاين ادياباتيك. دونك لي ترانسفورماسيون لي غنشوفو كاين ايزوكور، كاين ترانسفورماسيون كذلك
isobar. Qu'une transformation isotherme. Il n'y a aucune transformation l'autre qui est ma transformation adiabatique. Donc quelle est la définition de la transformation isocore? Transformation isocore, finalement c'est ma transformation isocore. Il y a une chose qui n'est pas constante ou le volume. Donc mais qu'est-ce que c'est ma transformation isocore? Je clique qui n'est pas constante ou le volume. Le volume reste constant. Donc, le volume n'est pas changé. Le volume reste constant. Le volume reste constant, mais le volume va être le volume de l'état initial ou le volume de l'état final. Isobar, maintenant, NP va être constant, c'est-à-dire NP va être P initial ou P final. Isotherme, c'est-à-dire la température va être constante, maintenant, la température est TI, est TF. Ou adiabatique, yani qui est initial final, qui est toujours 0. Donc adiabatique qui mène initial final isotherme. Donc tafkna. Donc هذا qui est ma transformation réversible. Prof شوف الله يرضى عليكم خليوني تنسالي الدرس واللي بغى يسول شي حاجه مرحبا دابا خليوني نتبع معكم في الدرس باش ما نزقلو حتى شي حاجه. الا كان شي اسئله داخله وسط الدرس سولوني, سينو خلي تنسالي وانا غنجاوب كل شي. خلوا لي كومونتير ديالكم حتى الاخر وغادي نشوف. دونك ديزولي. الوغ غادي نمشيو, قلنا حنا خدامين في لوكا ديال غاز بارفي. هاد الغاز بارفي كيدير واحد المجموعه ديال لي ترانسفورماسيون, بالضبط كيكونوا ربعه ديال لي ترانسفورماسيون لا غير, هما اللي غتقراو في الاس ان. هاد ربعه لي ترانسفورماسيون اللي كاينين. اول حاجه خصني نتعلم كيفاش نحسب. نورمالمون حنا قلنا مشينا من ليطا انيسيال, الترانسفورماسيون كيمشي من واحد ليطا اي ليطا اف. هو كيعطيك هذيك ليطا اي وليطا اف, هو كيعطيك لي كوردوني ديال ليطا اي. نورمالمون كيكونوا دوني, كيكونوا معطى. مثلا هاد بي اي غيقول لك راه غنعطيك هو ديس لا بويسونس 5 باسكال, لان الوحده ديال الضغط اون جينيرال هي الباسكال. وكاين دي زوتر اينيتي بحال الاتموسفير بحال البار, ولكن لينيتي في السيستيم انترناسيونال ديال بي هي الباسكال. لو فوليم مثلا غيقول لك راه هو 1 متر كيب, لينيتي ديال الفوليم مثلا هنا 300 كيلفين. وما غيعطيكش ديال ليطا فينال, يعني انت اللي خصك تجبدهم ياك. الباك عن بعد لا, ما كاين باقي, ما بديتش مع الباك عن بعد. دونك شوفوا دابا غنشوفوا كيفاش نحسبوا داك بي اف نورمالمون, ولا يا اما غيعطيك بي اف ولا في اف ولا تي اف, شي واحد من هادو. دونك توجور الا كان عندي ترانسفورماسيون سواء ايزوكور ولا ايزوبار ولا ايزوتيرم, فكنطبق لا غولاسيون ديال اش ديال ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. لا غولاسيون اونتر هاد لي طروا هي بي اف فوا في اف كتساوي ان ار فوا تي اف, افيك ان هو لو نومبر دو مول و ار كتسمى لا كونستونت دي غاز بارفي. مي هاد ليكواسيون, هاد ليكواسيون فالابل الا كان عندك فاريابل واحد. سيتادير الا كنتي مثلا باغي تجبد انت بي اف خاص يكون في اف دوني وخاص يكون تي اف دوني, و ان راه بطبيعه الحال هو لو نومبر دو مول, راه خاص يكون يا اما غيقول لك ان مول يا اما غتجبدو ان غتجبدو من توجور من ليكواسيون ديتا ديال ليطا انيسيال. يعني غدير بي اي في اي كتساوي ان ار تي وغتجبد ان ياك. ان كنجبدو من هاد ليكواسيون لو نومبر دو مول. هاد لو نومبر دو مول كيفاش كنجبدو؟ هاد لو نومبر دو مول كنجبدوه بهاد الطريقه. دونك سوا في التمرين غيقول لينا ان مول دو غاز بارفي, حنا خدامين بان مول دو غاز بارفي. الا قلنا ان مول دو غاز بارفي معناها ان ان كيساوي واحد, الا قلنا دو مول دو غاز بارفي يعني معناها ان ان كيساوي جوج, الا قلنا تروا مول سينو يقدر يعطيك
يقدر يعطيك، تقدر من ليكواسيون من لي طا انيسيال يقدر يعطيك بي اي مثلا كيساوي كما قلنا 10 لا بويسونس 5 مثلا باسكال، في اي مثلا 1 متر كيب بار اكزومبل، تي اي مثلا هنا مثلا هنا 10 لا بويسونس موان 3 متر كيب، تي اي مثلا 300 كيلفين بار اكزومبل. دونك هادو هما لي كوردوني، هادو كيتسموا لي كوردوني احداثيات، لي كوردوني دو ليطا اي، دو ليطا انيسيال، دو ليطا انيسيال. اذا لا عطاني لي كوردوني ديال ليطا انيسيال، فباش كنجبدو داك ان كنديرو اش، كنديرو بي اي فوا في اي كتساوي ان ار تي اي، ان ار فوا تي اي، سيتادير ان ان اللي هو لو نومبر دو مول اللي كنقلبو عليه غيبقى هو بي اي في اي على ار تي اي. ولكن تابع معايا، ملي كدير هاد ليكواسيون بي اي في اي خاص اوبليجي ضروري يكون هاد بي اون باسكال. يعني الا عطانا شي وحده مثلا من غير باسكال بار اكزومبل كيعطيك اتموسفير ولا البار، سنكونوا عارفين ان واحد اتموس باش نحولو من الاتموسفير الباسكال كنضربو في 10 لا بويسونس 5، وباش نحولو من البار الباسكال حتى هي كنضربو في 10 لا بويسونس 5. يقدر يعطينا اللتر باش نحولو من اللتر للمتر كيب كنضربو في 10 لا بويسونس موان 3، وباش نحولو من المليلتر للمتر كيب فكنضربو 10 لا بويسونس موان 6. كذلك التمبيراتير يقدر يعطيلك بالدوغري، دونك باش تحول من الدوغري للكيلفين كتزيد 273. دونك هاد لي زينيتي مهمين، ضروري يكون هذا بالباسكال، و الفوليم خصو يكون بالمتر كيب، و ان كيكون اون مول، و ان راها ثابته كيعطيلك 8 نورمالمون فاصلة 32 جول في المول موان زان في الكيلفين موان زان، و تي راها كتكون اون كيلفين لان هي التمبيرات. يعني هاد ليكواسيون ضروري خصك تحول، عاد في الاخر كيخرج لك هاد ان اون مول لانه هو لو نومبر دو مول. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا. دونك البرانسيب هنا، لوبجيكتيف هنا هو كيفاش نحسب، سواء غيقول لك كالكيلي بي اف يعني ديال ليطا فينال، ولا في ديال ليطا فينال، ولا تي ديال ليطا فينال. دونك باش كتحسبهم العلاقه ما بيناتهم هي هذه، ولكن هذه خص يكون فيها ان سول فاريابل، هذه العلاقه خص يكون فيها متغير، غتجبد منها متغير واحد، ما يمكنش العلاقه يكونوا فيها دو فاريابل. يعني الا كانوا في لوكا ديال دو فاريابل، مثلا انا باغي نجبد بي اف وما عطينيش في لي دوني في اف، يعني هذه العلاقه ما خدامش لك. دونك هذه خدامه الا كان عندك متغير واحد في المعادله، ان سول فاريابل، ياك ان سول فاريابل. فلوكا اللي كيكونوا عندك دو فاريابل، فلوكا دو فاريابل، فكنستعملوا دوز ايكواسيون، لان الا كانوا عندي جوج مجاهيل خاصني جوج معادلات، مجهول واحد ما يمكنش تجبد منه، هذه خدامه لك فقط الا كان عندك ان سول فاريابل. فلوكا ديال دو فاريابل شنو غنديروا؟ فلوكا ديال دو فاريابل يعني مثلا انت عندك باغي تجبد بي اف وعندك تا في اف ما عطيش لك في دوني، ولا باغي تجبد تا بي اف وما عطيكش، عاطيك تي اف وعاطيك ان وعاطيك اف وما عطيكش في اف لي دوني، وانت باغي تجبد بي اف. دونك هنا راه عندك دو فاريابل، الا كانوا عندك دو فاريابل في هاد ليكواسيون خاصك دو زيكواسيون. ليكواسيون الاولى اللي غنستعملو هي بي اف فوا في اف كتساوي ان ار تي اف، هادي ليكواسيون 1. وليكواسيون 2 غنستعملو هي بي اي في اي كتساوي ان ار تي اي، هادي سي ليكواسيون 2. وغندير 1 ديفيزي باغ 2، غنقسم 1 على 2. دونك غنقسم هاد الطرف على هاد الطرف، يعني غتبقى ليا بي اف فوا في اف سير بي اي فوا في اي، وغنقسم هاد الطرف على هاد الطرف، غتبقى هي ان ار تي اف على ان ار فو تي اي. اذا غتختزل ان ار مع ان ار، ومع حنا خدامين في ترانسفورماسيون ايزوكور، يعني كنلاحظوا ان الفوليم اي انيسيال هو نفسه الفوليم فينال، يعني غيتختزل الفوليم انيسيال مع الفوليم فينال، وغتبقى لنا ليكواسيون هي بي اف سيغ بي اي كتساوي شنو هو تي اف سيغ تي اي. دونك اكيد اكيد الا ما سلكاتكش، الا ما سلكاتش هذه المعادله، فهاد المعادله اكيد غادي تسلكك. دونك لا ميم هنا، لا ميم هنا غنستعملوا ليكواسيون بي اف و في اف كتساوي ان ار تي اف، وغنشوفوا واش هاد ليكواسيون فيها غير فاريابل واحد. مثلا انا
باغي نجبد بي اف ولا باغي نجبد في اف ولا نجبد تي اف، خاص يكون كل شيء الاخرين دوني. مثلا باغي نجبد بي اف خاص في اف و ان و اغ و تي اف كلهم يكونوا معطيات. ما كانوش معطيات، كانوا عندي دو فاريابل، هذه صالحه فقط في الحاله ديال الانسول فاريابل، هذه صالحه في الحاله اللي كيكون عندك كتقلب على مجهول واحد، ما كيكون خاص ما يكونش فيها جوج مجاهيل. في الحاله في لوكا دو فاريابل، في الحاله اللي غيكون في هذه المعادله جوج متغيرات، كندير هذه العمليه ديال القسمه. يعني كنكتب المعادله الاولى اللي هي بي اف و في اف كتساوي ان ار تي اف، سي ليكواسيون 1، وكنعاود نكتب ليكواسيون 2 اللي هي بي اي فوا في اي، يعني ليكواسيون ديال ليطا فينال، وكنكتبو ليكواسيون ديال ليطا انيسيال، ياك هادي ليكواسيون 2. و اون ديفيز 1 بار 2، يعني غنقسم 2 بار 1 ولا 1 بار 2، ديزولي، غنقسم هادي على هادي. دونك شنو غيبقى ليا؟ هاد لو تيرم على هاد لو تيرم غيبقى هو بي اف في اف سير بي اي في اي، ماذا تساوي؟ ان ار تي اف سير ان ار تي اي، ياك. دونك شنو غيوقع هنا؟ دونك غيتختزل، بويسكو اننا خدامين في ترانسوماسيون ايزوبار، كنعرفو ان البريسيون انيسيال هو نفس البريسيون فينال، يعني غيتختزل بي مع بي، وغيتختزل كذلك ان اغ مع ان اغ، اتفقنا؟ دونك هادي غتبقى ليا هي في اف سير في اي، ماذا تساوي؟ تي اف سير تي. دونك هادي سي ليكواسيون ديتا، هادي لا مسلكاتكش هاد ليكواسيون الا كانوا فيها دو فاريابل، يعني ما سلكاتكش فاكيد غتسلكك هاد ليكواسيون. دونك دائما حنا تنجربوا، هادي هي الاولى ما عطاتناش، كنعاودو ندوزو لهادي. في ترانسفورماسيون ايزوتيرم لا ميم، كندير هنا بي اف فوا في اف ايغال ان ار فوا تي اف، هادي صالحه فقط الا كان عندك انسول فاريابل. دونك فلوكا دو دو فاريابل، الا كان عندك في ليكواسيون جوج مجاهيل خاصك جوج معادلات، الى ان عدد المجاهيل خصو يكون كيساوي، ما يمكنش معادله وحده تجبد منها جوج المجاهيل. الوغ غنعاودو نديرو عاوتاني نفس الخدمه، غنديرو بي اف و في اف كتساوي ان ار تي اف، سي ليكواسيون نيميرو 1، وغنعاودو نديرو بي اي فوا في اي كتساوي ان ار تي اي، سي ليكواسيون نيميرو 2، و اون ديفيز 1 بار 2. دونك غنقسمو 1 على 2 غتعطينا بي اف في اف ديفيزي بار بي اي في اي ايغال ان ار تي اف ديفيزي بار ان ار تي اي. دونك لاحظ هنا خدامين في ترانسفورماسيون ايزوتيرم. ترانسفورماسيون ايزوتيرم كيكون في التمبيراتير انيسيال لا ميم كو تمبيراتير فينال، اذا هاد الحد كامل غيتختزل. دونك غتبقى لنا بي اف في اف سير بي اي في اي كتساوي واحد، حيت هذا ما يبقى زيرو نورمال، ما عندك ديرو زيرو غيبقى واحد، واش واضح؟ دونك ممكن نجبد دابا في اف على في اي، انا غنحتاج في اف على في اي. نقول لكم علاش بالضبط جبت في اف على في اي، لان نحتاجو في واحد لا كيسيون جي اللي هو لا كيسيون ديال لو ترافاي، ركزوا مزيان. الا بغينا في اف على في اي فهاد بي اي كان قسمه غيطلع الفوق، غيولي مضروب في واحد، غيولي ضرب، غيولي هنا بي اي في واحد هو بي اي، وهذا غيولي قسمه، كان الفوق ضرب غيولي تحت قسمه، دونك غيولي بي اف. اذا كما كتلاحظوا، دونك هنا كما كتلاحظوا انه هنا كاين اف اف اي اي، هنا اف اف اي اي، ولكن هنا كاين اف اي اي اف، يعني العلاقه هنا لاحظوا انها عكسيه. فاش في الايزوتيرم كيتختزل التمبيراتير مع التمبيراتير، ولكن كتبقى علاقه عكسيه اونتر لو فوليم اي بريسيون. دونك هاد لي غولاسيون صالحين فقط في لوكا ديال اش ديال الايزوكور ايزوبار ايزوتيرم. في لوكا ديال الترانسفورماسيون ادياباتيك، فالترانسفورماسيون ادياباتيك عنده واحد لي غولاسيون سبيسيال، واحد لي غولاسيون خاصين به. دونك اون ا تروا غولاسيون، بروميير غولاسيون فيها بي في، والثانيه فيها تي في، والثالثه فيها تي بي. باش تعقلوا عليهم بي في، كلكم كتعرفوا بي في ايغال ان اف تي، دونك الاولى غتكون بي في، الثانيه تي في، شوف تي في، عقلوا عليها بشوف تي في. تي بي هما لي طرافو براتيك، كلمه تي بي كتقراو في الاس 3 كتسموا لي طرافو براتيك، تي في بي في تي في تي بي. هادي على بويسونس غاما نورمالمون خصهم يتحفظوا، وعندهم لا ديمونستراسيون غنديروها من بعد. هادي على بويسونس غاما، هادي على بويسونس غاما موان زان غير فوق في بوحدو، وهادي على بويسونس ان موان غاما سير غاما. افي غاما كيعطي لك نورمالمون في لي دوني كيكون سوا 1.4 سوا 1.6، كيتسمى واحد العدد
ثابت كيطلع واحد لو نومبر كيعطي لك في ترانسفورماسيون اديابيتيك. بي في على بويسونس غاما كتساوي كونستانت، تي في على بويسونس غاما موان زان كتساوي كونستانت، تي بي على بويسونس ا موان غاما على غاما كتساوي كونستانت. دونك فسروا لي شنو المعنى ديال بي في على بويسونس غاما كتساوي كونستانت. المعنى ديالها ان بي فينال فوا في فينال على بويسونس غاما هو نفسه بي انيسيال فوا في انيسيال على بويسونس غاما. يعني ها ليكواسيون نورمالمون اللي تخدموا بها، وهذا الشيء هو اللي عاطينكم نورمالمون في الكور. دونك فوالا سا ديبون الغاز واش مونو لا دياتوميك، حنا غنبرهنوا عليها. دونك دابا غير خذوها كأنها عدد ثابت وصافي. لا دوزيام، لا دوزيام عندنا تي في على بويسونس غاما موان زان ايكالا كونستانت. ما معنى تي في على بويسونس غاما موان زان ايكالا كونستانت؟ تعني ان تي فينال فوا في فينال على بويسونس غاما موان زان هو نفسه تي انيسيال فوا في انيسيال على بويسونس غاما موان زان. هادي سي لا دوزيام ايكواسيون. وهنا لاحظوا ان بروميير ايكواسيون سوا غيطلب مني بي فينال سوا في فينال، سوا غيطلب بي اف سوا في اف. حنا غنشوفوا كيفاش غنجبدهم ملي تيطلب مني، غنشوفوا في التمارين كيفاش كنجبدوهم من ليكواسيون. لا تروازيام ايكواسيون غتكون هي تي اف فوا بي اف بويسونس ان موان غاما سير غاما كتساوي تي اي فوا بي اي على بويسونس ان موان غاما سير غاما. دونك هادي سي لا تروازيام ايكواسيون. الوغ لاحظوا ان هاد بي اف في اف كتساوي ان ار تي اف استعملناها في تروا ترانسفورماسيون، في ترانسفورماسيون ايزوكور، في ترانسفورماسيون ايزوتيرم، وفي ترانسفورماسيون ايزوبار. مي في ترانسفورماسيون ادياباتيك عنده واحد دي غولاسيون خاصين به، خاصين بالترانسفورماسيون ادياباتيك. ثلاثه نورمالمون خصكم نورمالمون دابا خذوهم هكا، وابري غنديروا لهم لا ديمونستراسيون ان شاء الله. الوغ واش هادشي واضح؟ باش ندوزو لا دوزيام كيستيون اللي كيتحط لك نورمال. هذا سي لا بروميير كيستيون، غندوزو دابا لا دوزيام كيستيون اللي هو لا كيستيون نيميرو 2. دونك امام هنا عندي غاز بارفي وعندي 4 ترانسفورماسيون توجور. احتمال انه يعطيكم، ماشي بالضروره يعطيكم باربعه في ليكزاما، يقدر يعطيكم غير 3 ترانسفورماسيون، يقدر يعطيكم جوج تيتعاودوا الى اخره. دونك يقدر يعطيهم كاملين، سا ديبون كل بروف شنو تيدير. دونك المهم ان الفيلم كامل، بروغرام كامل داير على هاد لابارتي بالضبط، كيحطوا عليها النقطه كما كنقولوا المهوره، النقطه المرتفعه تيحطوا على هاد لابارتي. الو غندوزو دابا لا دوزيام كيستيون. هنا اون قلنا عندنا ترانسفورماسيون ايزوكور، هنا اون ترانسفورماسيون ايزوبار، عندنا هاد الغاز بارفي كيدير نورمالمون 4 ترانسفورماسيون ايزوتيرم، وكاين ترانسفورماسيون اد ياباتيك. لا دوزيام كيستيون كيقول حسب ليا لو ترافاي، لو ترافاي اللي هو الشغل كيتحسب من انيسيال حتى الفينال، وتوجور عند واحد لا غولاسيون اللي هي موال انتيغرال من في اي في اف بي دي في. هادي هي لا غولاسيون ديال اش ديال لو ترافاي. دونك اتفقنا. بطبيعة الحال ملي غيعطيك التمرين غيقول لك لا ناتيغ دو ترانسفورماسيون، واش ايزوكور ولا ايزوبار ولا. دونك توجور لو ترافاي قلنا تيتحسب من انيسيال الفينال، والعلاقة ديالو هي موان بي. دونك هنا خصك تكون عارف دو غولاسيون نورمالمون، خصك تكون عارف واحد لي بريميتيف، واحد دي بريميتيف ايزيال خصنا نكونو عارفينهم، واحد دي بريميتيف. بريميتيف من اكس اي ل اكس اف ديال ديد اكس اولا ديال ديد اكس، راه هي ديال واحد ديد اكس، غير هاد واحد ما تيكونش تيبان نورمالمون، هنا راه كيكون ان. هادي كتكون هي كروشي اكس من اكس انيسيال اكس فينال، اللي غتبقى غنعوضو اكس باكس فينال، غتبقى هي اكس اف موان اكس اي. لوتر عندنا لانتيغرال من اكس اي لاكس اف دي اكس بار اكس، هادي غتبقى هي كروشي الان دو اكس. دونك الا بانت لك دي اكس على اكس كدير الان دو اكس من اكس اي لاكس اف، اللي ديما تنعوضو بالفوق ناقص لتحت، يعني غنديرو الان اكس غنعوضو باكس اف ناقص الان واكس غنعوضو باكس اي. وهادي راها عبارة عن قاعدة اللي هي الان ديال بي موان ا هو الان بي على ا. دونك الان هنا غتبقى اكس اف سيغ اكس اي، ولكن نورمالمون حنا لي زانتيغرال اللي كيعطيونا ما تيعطيوناش فيهم اكس،
تيعطيونا فيهم اكس، تيعطيونا فيهم بي، تيعطيونا فيهم بي. يعني خص يكون عارف ان الانتيغرال في، عفوا، الانتيغرال من في ال في اف ديال دي في. دونك لاحظ انه بلاصه اكس ولا الفاريابل هو في. دونك عوض ما غندير كروشي اكس غندير كروشي في من في اي ل في اف، واللي غتنعوضو في ب في اف غتبقى هي في اف موان في اي. ولا دوزيام انتيغرال هو من في ال في اف ديال دي في على في، غيبقى هو كروشي الان دو في، حيت قبل كان عندنا دي اكس على اكس درنا كروشي الان دو اكس. هنا غيبقى من في ال في اف اللي هو الان دو في اف موان الان دو في اي. واش اتفقنا؟ و الان دو في اف موان الان دو في اي راه هو الان دو في اف سير في اي. دونك نتوما ديريكتومون ملي غتلقاو هاد الانتيغرال من في اي لفي اف ديال دي في سير في، غتجيو تعوضو ديريكتومون بالان ديال اش ديال البورن الفوقاني كنحطو الفوق على البورن التحتاني كنحطو لتحت. دونك ديريكتومون غتعوضو ياك. وملي غتلقاو الانتيغرال من في اي لفي اف ديال دي في، ديريكتومون كنديرو البورن الفوقاني موان البورن سيبيريور موان البورن انفيريور. اتفقنا؟ دونك ديريكتومون كنديرو البورن سيبيريور موان البورن انفيريور. الوغ هاد دوز انتيغرال سو سون دي انتيغرال ايزيال، اتفقنا، اعتياديين. الوغ غادي نمشي دابا نحسب لو طرافاي بوغ بخوميييغ ترانسفورماسيون. قلنا ان لو فوليم كونستون، دونك هنا غنطبق لا غولاسيون فيهم كاملين. غيبقى دو في من ال اف سي موان، عندك تساوي ديك موان لا ديفينيسيون كاينه موان لانتيغرال من في ال في اف بي فوا دي في افيك بي البريسيون دي في هو الاشتقاق ديال الحجم. دونك تيبان الصوره مزيان ياك. دونك حنا تنعرفوا ان لو فوليم كونستونت، لو فوليم كونستونت معناه ان لا ديريفي ديالو غيبقى كيساوي صفر. الوغ لا مشى هذا صفر، صفر في بي سي صفر، الانتيغرال ديال صفر هو صفر، يعني غيبقى الانتيغرال لو دوبل في من ال اف هو صفر. توجور توجور في ترانسفورماسيون ايزوكور لو ترافاي توجور ايغال ا زيرو، توجور فين ما تسمع ترانسفورماسيون ايزوكور توجور لو ترافاي نيل. بويسكو علاش؟ لان لو فوليم كونستونت ولا ديريفي ديال شي حاجه كونستونت راه هي زيرو، الوغ لو ترافاي غيبقى زيرو. بالنسبه للترانسفورماسيون ايزوبار كيبقى لو بريسيون كونستونت، يعني لو ترافاي من انيسيال فينال غنطبقو ميم غولاسيون، غيولي موان انتيغرال من في ال في اف ديال بي دي في. ومادام تنعرفو ان لو فوليم بريسيون كونستونت شي حاجه كونستونت تنخرجو من الانتيغرال ياك. اذا غيبقى موان بي فوا الانتيغرال من في اي في اف ديال دي في، وهادي يلاه قلتها لكم دابا كنديرو في اف موان في اي. دونك غيبقى موان بي فاكتور دو في اف موان في افيك بي. ملي تنقولو بي كونستونت معنى ان بي غيبقى هو نفسو بي اي هو نفسو بي اف، يعني غير ست كونستونت. حنا ملي تيعطيونا نورمالمون لي طا اي ولي طا اف، راه لعطاك في اي مثلا هنا تساوي مثلا 10 اس ناقص 3 متر كيب، راه غيبقى يعطيك عاوتاني في اي هنا، يعني كيبقى ميم في اي ما غيتبدلش، يعني في اف غيبقى هو نفسو في اي. ولا عطاك ايزوبار، لا عطاك ايزوبار راه غيبقى بي اي هو ميم بي اف هو نفسه بي اف، بي اي هو بي اف، يعني لا عطاك هنا بي اي هنا حتى هنا غيعطيك بي وغيتبدلش. دونك هاد لا غولاسيون او بيان كاينه غولاسيون وحده اخرى، هادي اون فونكسيون لو ترافاي اون فونكسيون دو فوليم، او كاينه واحد لا غولاسيون وحده اخرى ما سلكتناش هادي كنشرو، نشرو بي غيولي موان بي فوا في اف بليس بي فوا في اي. وتنعرفوا ان بي هو نفسه بي اي هو نفسه بي اف بويسكو خدامين في ترانسفورماسيون ايزوبار، يعني البريسيون غيست كونستونت. الوغ نقدروا نعوضوا هنا بي بي اف ياك، حيت عندنا هنا في اف باش تولي لنا بي اف في اف هي ان ار تي اف، وغنعوضوها من بعد. هنا غنعوض بي بي اي غتولي بي اي فوا في اي. شكون هي بي اف فوا في اف؟ هي ان ار فوا تي اف. وشكون هي بي اي في اي؟ هي ان ار فوا تي اي. غنعمل موان ان ار وغتبقى عامل لتي اف موان تي اي. دونك لاحظوا هنا
On a deux relations. Quelle est la relation qui fait moins pi fois vf? Avec pi, ça va être pi ou là, il y a une pf. La deuxième relation, il y a moins nr. Donc, ça dépend de ce que je vais faire. Il y a une relation qui va être plus grande. Les données. Il y a quand on a atteint les données. عطيني في اف و في اي فغنخدم بالعلاقه رقم واحد كانوا عطيني في لي دوني تمبيراتير اف و تمبيراتير اي فغنخدم بالعلاقه جوج بطبيعه الحال دونك هنا اين علاقه نخدموا بها على حساب لي دوني دونك في الايزو تيرم في الايزو تيرم كتكون تمبيراتير كونستانت معنى تمبيراتير كونستانت سي تادير ان تي غتبقى نفسها تي اي غتبقى نفسها تي اف ريست كونستانت لا ميم هنا لو ترافاي من ال اف غيبقى هو موان لانتيغرال من في اي لفي اف ديال بي فوا دي في غير هنا غنلاحظ واحد الحاجه بان ما البريسيون كونستانت ما الفوليوم كونستانت شكون هي لي كونستانت هي التمبيراتور حتى شي واحد فيهم ما كونستانت ما بي كونستانت باش نخرجوه ما في كونستانت باش نقولوا الاشتقاق ديالو زيرو دونك هنا مشكل اذا هنا شنو تيقول لنا تيقول لنا ملي تيكون دو انتغرال فيه دو فاريابل شكون هما هاد لي دو فاريابل هنا اللي هما بي وفي كنقلب على لا غولاسيون اونتر بي و في ياك لا غولاسيون اونتر بي و في كنعرفوا ان بي فوا في فهي كتساوي ان ار تي سي تادير غنجبدوا لي كوا ان بي من المعادله اللي هو ان ار تي على في وغنعوضوه اون غومبلاس بي في هاد ليكواسيون هادي اذا لا عوضنا بي غيبقى لو ترافاي من ال اف سي موان لانتيغرال من في اي جيسكا في اف غنعوضو بي باش بان ار تي على في ديما غنجبدو بي من ليكواسيون دي طو غنعوضو فوالا فوالا غيبقى اللايف غيبقى اللايف اونجيستر الوغ هاد ان وهاد ار وهاد تي كونستانت غتقولي علاش لان ان هو نومبر دو مول ار كونستانت دي غاسبار في تعطيوهالك والتي انا خدام في الايزوتيرم يعني التمبيراتير كونستانت سيتادير ان هاد لو تيرم كله غيخرج على برا يعني غيبقى لو ترافاي هو موان ان ار تي فوا لانتيغرال من في اي لفي اف هاد في ما غتخرجش بويسكو كاينه في لا ديريفي حيت في فاريابل غتبقى دونك غتبقى دي في سير في وهذا كديجا قلتو ليكم هاد لانتيغرال وريتو ليكم راكم ديما ملي تشوفوه ديريكتومون عوضو بالالان ديال في فينال على في انيسيال دونك غتبقى لنا موان ان ار تي فوا الالان ديال في فينال على في انيسيال وهاد تي راه نورمالمون هي تي اي هي تي اف لانها كونستانت دونك هادي هي لا غولاسيون ولا ما عطاوناش هاد في اف على في اي يعني في لي دوني عطاك مثلا بي اي على بي اف راه ديجا عقلتو معايا ديجا برهنا عليه في الايزوتيرم لقينا في الايزوتيرم ان في اف على في اي هي بي اي على بي اف دونك تقدروا تعوضوا هاد في اف على في اي باش بي اي على بي اف وغتبقى ناقص ان ار تي الان ديال بي اي لبي اف اتفقنا ولا ما اتفقناش هنا في الادياباتيك عندنا لو ترافاي من اي ال اف هنا تيكون عندنا نورمالمون بي في او سغاما هو لي كونستانت راه كيكونوا ثلاثه بي في او سغاما و تي في او غير هنا في لو ترافاي غنحلبو بي في او سغاما معنى كونستانت يعني بي في على بويسونس غاما غيبقى نفسه هو بي انيسيال في انيسيال على بويسونس غاما غيبقى نفسه بي فينال في فينال على بويسونس غاما هذا هو معنى كونستانت لو ترافاي من ال اف غيبقى هو موان انتغرال من في اي في اف بي دي في غندير واحد 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 الخدعه هنا واحد طريقه لاحظوا معايا هنا غادي نضرب ونقسم في في على بويسونس غاما باش نلقى هاد الجداء اللي هو بي في اوس غاما دونك باش نلقى هاد الجداء اللي هو بي في اوس غاما غنضرب فاش غنضرب في في على بويسونس غاما هيا هنا كان دي في وغنقسم على في على بويسونس غاما ياك غتقولي علاش درتي هاد العمليه باش نلقاو هاد بي في على بويسونس غاما حيت قالوا لنا في لي دوني ان بي في على بويسونس غاما كونستانت معنى ان هذا كونستانت في الادياباتيك يعني غيخرج على برا غيبقى لو ترافاي من ال اف ايغال
moins PV à la puissance gamma fois l'intégrale min VI, le VF, dv sur V à la puissance gamma. Yak? Alors, دابا هذا ممكن تحسب لي الداله الاصليه ديالو بسهوله. زيدوا عندكم حتى هي هذه عباره عن بريميتيف ايزيال. دونك زيدوا عندكم عباره عن بريميتيف ايزيال داله اصليه اعتياديه. دونك كنعرفوا ان الانتيغرال ديال دي اكس على اكس اس ان راه هو ناقص واحد على ان ناقص واحد فوا اكس اس ان ناقص واحد. هذه ديجا عندكم داله اصليه اعتياديه. الوغ الى درنا الانتيغرال ديال دي في على في على بويسونس غاما غتبقى هي ناقص واحد. شكون اللي كيلعب دور ان؟ هو غاما. غتبقى على غاما ناقص واحد فوا في على بويسونس غاما ناقص واحد ديريكتومون. دونك هنا غنديرو كروشي. دونك الى درنا هنا من في اي حتى الفي اف فغنديرو هنا كروشي من في اي حتى الفي اف. اللي غتبقى لينا هنا باش نتخلص من هاد الناقص باش ما تبرزطنيش نقدر نقلب غير لي بور. الا قلبتهم غطير هاد الناقص غتبقى واحد على غاما موان زان فاكتور في على بويسونس غاما موان زان من في اي حتى الفي اف. وغنعوض الفوق بفي نعوض في بفي اي غتبقى هي ان gamma moins 1 fois VI à la puissance gamma moins 1 moins 1 sur gamma moins 1 fois VF à la puissance gamma moins 1. On a mis le même bête 1 sur gamma moins 1. Tu prends 1 sur VI à la puissance gamma moins 1 moins 1 sur VF à la puissance gamma moins 1. Donc directement, on a pris moins pi. V à la puissance gamma. Ou bien, on a eu 1 sur gamma moins 1. Donc, on a eu gamma moins 1. Amil. L'ouahet. La VI à la puissance gamma moins 1. Naqis ouahet à la VF à la puissance gamma moins 1. Donc, on a eu le moins. Moins PV à la puissance gamma. On a eu le moins. غيتقلبوا نورمالمون هادو غتبقى ان سير غاما موان زا عامل بي بي في على بويسونس غاما دونك هادي نقدروا نطلعوها الفوق ان سير في بي على بويسونس غاما. دونك الى طلعناها الفوق دونك ديزولي هنا دونك هنا نخلي انا ديك موان. دونك اذا طلعنا الفوق غتولي هنا في اي الو غنحيدو هذا ونكملو ياك. دونك هنا موان الا دخلنا غيتقلبو نورمالمون وغتبقى هي بي في على بويسونس غاما سي غاما موان زان فاكتور دو ان سير في اف à la puissance moins 1 sur VI à la puissance gamma moins 1. Il a pas l'air d'aller le fouk, et il a pas l'air d'aller le os d'yela. Donc, il a pas PV à la puissance gamma sur gamma moins 1, facteur de VF à la puissance 1 moins gamma, moins VI à la puissance 1 moins gamma. Donc, on kemmel hna. دونك راه كان من الممكن هذه نطلعها ونحسب بالعلاقه الاخرى ديال اف اكس اس ان. دونك انا نعاود معكم من الاول غنعاود معكم هاد لوكا ديال الادياباتيك. دونك نعاودوا هاد لوكا ديال الادياباتيك. قلنا في الادياباتيك اش كيكون عندنا نعاودوا غير ايطاب بار ايطاب. كيكون PV à la puissance gamma qui s'avère constante. C'est-à-dire, un mais constante, il y a PV à la puissance gamma, il y a un nœud. PI, VI à la puissance gamma, il y a un nœud. PF,
ايكوال في اف على بويسونس غاما. هذا هو المعنى ديال ان الجداء بي في على بويسونس غاما غيبقى كونستانت. صافي. الوغ لو طرافاي من اي ال اف قلنا هو موان لانتيغرال من في اي تال في اف بي دي في. قلت لكم شنو كنديروا هنا في الادياباتيك؟ كنديروا واحد اللعيبه تنضربوا ونقسموا في في اف على بويسونس غاما. دونك كتبقى هنا بي فوا اش غنضرب في في على بويسونس غاما وغنقسم بحال ما درت والو ضربنا وقسمنا سير في على بويسونس غاما. كاين ولا ما كاينش؟ علاش باش نلقى ان هاد لو برودوي غنقولوا انه كونستانت؟ حيت عندنا هذا راه كونستانت يعني نقدر نخرجو من الانتيغرال. الا خرجتو غيولي موان بي فوا في على بويسونس غاما فوا الانتيغرال من في اي ال في اف فوا دي في سير في على بويسونس غاما. وكنعرفو حنا في لي فونكسيون ايزيال ولا في لي زانتيغرال ايزيال ان الانتيغرال ديال دي اكس مثلا على اكس اس ان ممكن نرجعو الا طلعت هذا الفوق غيولي هو الانتيغرال ديال اكس اس ناقص ان فوا دي اكس اللي غيولي هو أصلية إكس أس ناقص إن هي كروشي إكس أس ناقص إن كنزيدو عليها واحد على ناقص إن زائد واحد ياك. دونك لا ميم هذا غنطلعو الفوق غيولي شناهو موان بي فوا في على بويسونس غاما لانتيغرال من في إي ل في إف. هذا غيولي في على بويسونس موان غاما دي في اللي غيولينا هو موان بي فوا في على بويسونس غاما فوا كروشي V à la puissance moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1 من VI حتى ال VF. وهذه نقدر نخرجها على برا لان غاما كونستانت و دونك الا خرجت غتولي هي moins P fois V à la puissance gamma sur moins gamma plus 1 كروشي V هنا غتولي 1 moins gamma من في اي تال في اف ياك. دونك هنا هاد الموان نقدر نضرب الفوق في موان تحت في موان ولا نقدر نعمل بهاد الموان ونختازل. الى عملت بهاد الموان واختازلت غتبقى هنا بي في على بويسونس غاما سي غاما موان زا. وغنعوض هنا في بفي اف غتبقى هي في اف على بويسونس ان موان غاما. وغنعوض في بفي اي غتبقى موان في اي على بويسونس ان موان غاما. صافي غنسد. دونك من بعد غنشر. ملي غنشرو هنا غيكون فيه جوج وراق نورمالمون غير الطريقه اللي طويله شويه. اما كاينه طريقه واحده اخرى سهله ممكن تستعملوها. دونك هنا ملي غنشرو غتولي بي فوا في على بويسونس غاما فوا في اف على بويسونس ان موان غاما ناقص P fois V à la puissance gamma fois VI à la puissance 1 moins gamma. C'est gamma moins 1. Had P fois V à la puissance gamma, gna anna had jouda, ou nfso PF. Donc, moumkin aoud hada kamel. Njiou hna on aoudou PF fois VF. Alash li anna gna anna constant. Na gaspqa fois VF à la puissance 1 moins gamma. وممكن نعوض هذا كامل بي اي فوا في اي. دونك كتبقى موان بي اي فوا في اي على بويسونس غاما لان قلنا ان بي في على بويسونس غاما هو نفسه بي اف في اف على بويسونس غاما هو نفسه بي اي فوا في اي على بويسونس غاما. دونك لاحظتي هنا مقام واحد هنا غتحتفظ باساس واحد وغتجمع الاسين. دونك يبقى بي اف الا جمعتي الاسين غيطير غاما مع موان غاما دونك غتبقى فوا في اف موان عاوتاني هنا الا جمعتي الاسين واحتفظتي باساس واحد غتبقى بي اي فوا في اي سا غاما موان زا. وهذا هو دوبل في من ال اف. هذا هو دوبل في من ال اف. هذا هو لو طرافاي من انيسيال حتى الفينا. دونك شوفوا ليا واش واضحه ولا نعاودها. شوفوا لي هادشي واش واضح ولا نعاود. واضح ولا نعاودو؟
شو اللي ما فهمش شي حاجه يقول لي اش مني اش من سطر باش نعاود معاه. حيت هي اللي غتعطيك، حيت الا درتي الاخرين ما يعطوكش في في على بويسونس غاما، هي اللي غتعطيك نورمال. الا درتي الاخرين ما غاديش يعطوك. لا ما كيطلبوش لا ديمونستراسيون. يلا الاخوان دونك لا سيون جي ان شاء الله غنسالي معكم هذا الكور. مبقاش لينا بزاف، بقات غير شي حاجه قليله. دونك على ما راجعتو هذا الشيء ولا اختاروا، سينو بغيتو نسالي معكم دابا ما عنديش مشكل. الا بغيتو تبقاو حتى تراجعوا يبان لكم. الجبر غدا غنبداه ان شاء الله، من غدا الصباح غندير معكم واحد اللايف على الصباح ملي انفو في غندير. لا ما تخافوش منهم، راه حنا غنافونسي فيهم ان شاء الله، ما فيهمش بزاف.
غنديرو ترانسفورماسيون سيكليك ضروري. انا غنسالي معاكم 26 في شهر واحد. شي مراجعينه من قبل بالنسبة لك ياسين، اما لي زوطخ ما عرفتش واش مراجعينه الماء. هذا واجب، كنتمنى لكم التوفيق. دونك غالبا راه غدا غنسالي معكم هاد لابارتي الدرس كامل ديال الثيرموديناميك ان شاء الله، سالو الكور كامل. فؤاد زبزب فين تتقراش؟ من كلية؟ ما كاينش اللي غيدوزو 15 واحد. فوالا غنديرو كيسيام. حاولوا الله يرضى عليكم تصيفطوا لي دوك لي زيكزامان ديالكم وداك الشيء باش نخدمهم معاكم. هذا الشابتر الاخر ديال البروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك. واش علنوا ليكم 15 واحد؟ ما يمكنش، حيت ما اصلا امتى بداو هما باش يديروا 15 واحد؟ يلا الاخوان تبارك الله عليكم، الله ييسر اموركم، وميعادنا غدا ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.